امشي اطلعي بره يا وليه خرفانه انت، وخدي بناتك معاكي. طاهر يا عيون طاهر، انا موافقه يا هانم ان انت تقعدي انت ولادك معانا هنا على الاقل يبقى ضميري مستريح. الله يصبر بخاطرك يا اميره يا بنت القمر. نزلي ايدك. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايه ده؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. اللي انت سمعته هو اللي هيحصل، يا اما هاخد ابني وارجع بيت اهلي وهخليك تطلقني. قلت ايه؟ لا اله الا الله. ماشي يا كامل، لما اشوفك اما قرقشتك بسناني ما بقاش اني طاهر المصطفى. هو عليك. نعم. اتجننتي؟ بالعكس انا عقلت، انا ايه فتحت ولا اني فتحت موت ابن ايمن؟ وانت عايزني اخلف منك انت؟ بص يا ايمن، انا واقف قدامك اهو، عايزه تنتقمي مني انتقمي، عايزه تذبحيني تولعي فيا اعملي اللي انت عايزاه، لكن ابني لا، ابني لا يا ايمن. مستعد بعد ما تولدي اخده ونختفي من وشك خالص، لا هتشوفيني ولا هتشوفيه. مش هتموتي ابني يا ايمن. زي ما حرمت بنتي من ابوها هحرمك من ابنك. انت مخك فيه ايه؟ قلت لك ما كانش قصدي، ما كانش قصدي، ما كانش في دماغي غير منصور بطاش، وبعدين ما هو مش ابني لوحدي، ابني زي ما هو ابني. بقيت اكرهه زي ما بكرهك. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بص يا مان، حقوقك وحقوق ابني هتوصلك وعليهم ورق طلاقك، بس لو اذيت ابني هضايقك، هضايقك. فكري، ابني لا، لو انت مش عايزاه انا محتاج له. تاني يا كامل يا منتن، تاني اعمل ايه في لسانك اللي عايز يتقطع ده؟ ونعمل ايه يا اخويا؟ يعني ما هانم مراتك هي اللي ضحكت علي وفهمتني ان سيده بنتك هتموت، فقلت يعني لازم ادلهم على مكان. مكاني اهو، انت بغباوتك دي خليت شاهين ده مراتي تعرف انني متجوز عليها وعندي عيال. والمهم شاهين ده عملت ايه لما عرفت؟ هتكون عملت ايه يعني؟ ولا حاجه، زعلت شوية وبعدين رضيت بنصيبها. أصل يا واد يا كامل، شهندة دي بتحبني قوي وتخاف عليا زي الهوا الطاير. طب ربنا يهنيكم ببعض يا أخوي. هيهنينا إزاي؟ هيهنينا إزاي وأنت باصص لنا في عيشتنا؟ طب ده أنا ساعات ببقى ماشي في الشقة ألاقي عينك على الأنتريه. هيهنينا إزاي وأنت خليت هانم وبناتها يقعدوا معانا؟ هي هانم وبناتها ما هم قاعدين معاكم؟ ايوه، صعبت على شهندة هي والعيال، قالت لي حرام لازم يقعدوا معانا. طب والله يا اخويا فكره حلوه، اهو يلم شملكم وتبقوا اسره ببعضيكم. تو عليك يا واد، ده انت نيت النتاني، ده انا هقطعك حتت وحوزع لحمك على الغلابه، ومش اي غلابه، الغلابه اللي ما بحبهمش. 我们生产的各种武器，并且呢运往世界上各个国家，并且呢我们的价格呢也是非常的优惠。 告诉他 نحن نصنع السلاح ونصدر لكل العالم بتسهيلات وإصدار خالق المنافسة. أنا عارف عنكم كل حاجة، عشان كده طلبت قبلكم. 他说他早就听过咱们的待遇，所以今天来跟咱们谈一谈。迪亚布先生呢，我们随时恭候您。 نحن في خدمتكم وتحت أمركم في أي وقت يا مستر ديابو. عاوز أسألكم، لو أخذت من عنديكم شوية أسلحة آلي ونص آلي هتدفعوني كم؟ كم حجم كمية اللي أنت عايزه؟ إحنا دلوقتي هنجربوكم، حتكون عملية صغيرة
بس لو صحصحتوا معايا هنشتغلوا ياما. ياما؟ يامي بالصيني شون جهورو يعني كتير يعني. اوكي اتفقنا، هنوادر لك التشكيلة اسلحة خفيفة ما بين آلي ونصف آلي، والمسدس خفيف كلهم في حدود 1000 قطع بحوالي $1,000,000. $1,000,000؟ هذه الجاقة هي تخجة لتسوزين قنقو ومجرين قوانسي بينشينا ومباحوة ويسون دو آيكي نمجا منكو ومجريو جشي يشو ومدتخدين جي. ده سعر خاص عشان توطيد علاقة بيننا وبينكم وتسويلكم البضاعة حد باب المخازنكم، وما فيش داعي لتفكر ازاي حتهربوها عن طريق الحدود، ده من اختصاصنا. انت تتكلم صح الصح، يعني انتو حتدخلوا البضاعة من حدود مصر المخزن كمان؟ طبعاً نسلمكم البضاعة حد باب المخازنكم، وخدمة دي مش هتلاقي غير عندنا. هو ده الكلام الصح والصح كمان. للإثبات جديتنا مش هناخد منك $1,000,000 على مرة واحدة، هناخدها على مرتين، دفع قبل العملية ودفع بعد العملية. يا رجالي ده انا اشتغلت مع ناس بياخدوا الفلوس قبل اي حاجة. احنا مش نهتم بالاخرين، عندنا نظام خاص مع الزبائن. انتوا من الصينيين دول عملتوا كل حاجة حتى السبح والفوانيس، مش ناقص غير انكم تعملوا بني ادمين. اهدى. اوكي يا مستر سونج، اي ويل ميك ا ديل وذ يو. برافو يا رجال، برافو. تشيرز. دكتور من فضلك عايز اطلب منك طلب. اتفضل. عايزاك تساعدني انزل البيبي. صعب يا مدام ايمان، انت جيتي متاخر. احنا فضلنا وراها متابعينها من اول ما طلعت من باب البيت لحد الدكتور. وطبعا سبقناها احنا للدكتور واتفقنا معاه وظبطناه عشان يتلف امالها لتنزيل البيبي، واتفقنا معاه ان هي لو جات له في اي وقت يكلمنا فورا. وكل ده حصل تحت اشرافي ولعله خير ان شاء الله. الله ينور عليكم يا رجاله، ربنا ما يحرمنيش منكم. المهم تفضل تحت عينيكم، ما تغيبش عن نظركم ثانيه لحد ما نشوف هنعمل ايه. بالك يا استاذ هندي، اول ما طاهر ده هو سابني وخلى بياني والبنات حسيت بيه بيه، حسيت كاني زي الساقيه اللي من غير طار. طار او الختمه الشريفه زي ما بقول لك كده. طب كملي، ده انت طلع دمك عسل. ده انت اللي عسل وسكر وقلبك ابيض زي الحليب. طب هي بقى حسيتي بايه؟ حسيت اني ماشيه حافيه وسط الخلق من غير مداس، واني ماليش حته تسند عليها. اصل طاهر ده هو الحيطه اللي انا بتسند عليها انا والبنات. يخرب عقلك يا هاني، للدرجه دي بتحبيه؟ وما احبوش ليه؟ مش جوزي وابو عيالي ولحم اكتفي من خيره، ومهما يقلب اصله لازم انا اسامحه واعيش خدامه تحت رجليه. والله يا هاني انت طلعتي اصيله وتستاهلي كل خير. هي الواحده مننا ليها مين غير جوزها يا ست شاهين؟ تعرفي بقى ان انت خساره فيه؟ كل حاجه اسمه ونصيب، وما فيش واحده بتتجوز الا جوزها، وما فيش واحد بيتجوز الا مراته. طب ايه رايك بقى ان انا هربهولك واعرفه قيمتك وقيمه عيالك؟ ايه ده؟ مين اللي بيخبط بالطريقه دي؟ وانيش عرفني، اما قوم افتح. قومي يا اختي بسرعه. ايوه طيب. ايوه ضابط طاهر المصطفي؟ ايوه. طب ادخلي عند اهل ستك شاهين. ستي؟ حاضر يا سيدي. اقول لها مين؟ قولي لها ساهر. يا ست شاهين، فيه واحد عايزك اسمه ساهر.
انت ايه الجراءه اللي انت فيها دي يا ساهر؟ انت ازاي تيجي هنا؟ ازاي ياخد ابني؟ خصوصا بعد ما اتجوزتي واحد تاني وفضلتيه عليا. طب امشي بقى من هنا احسن لك يا ساهر. انا مش همشي من هنا غير لما اخد ابني معايا. حالك حالك يا جدعان، انت رايح فين؟ انا ممكن اشق هدومي واصوت والم عليك الخلج البسك 60 نصيبه كله لست شهند. اطلع بره بقى يا ساهر بره. ماشي يا شهند، انا همشي بس يكون في عيني بقى. ابني هاخده، يعني هاخده بالذوق بالعافيه هاخده، والشاطر اللي يضحك في الاخر. مش عايزين نضحك يا اخويا. الهي وانت نازل يفرمك جرار سواجعنا. خشي. مالك يا ريهام؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ شكلي كده مش عارفه اخلف يا ماما. ليه كفر الله الشر؟ بتقولي كده ليه؟ انت رحت للدكتور؟ اه رحت. وقال لك ايه؟ قال لي ان عندي تكيسات على الرحم، عشان كده ممكن ما اعرفش اجيب بيبي. وهي التكيسات دي يعني ملهاش علاج؟ كتب لي على شويه ادويه بس ممكن العلاج يطول شويه. طيب يا بنتي، ما دام في علاج خلاص ان شاء الله ربنا هيكرم. قولي لي، انت قلتي لمحمد الحكايه دي؟ لا. طب ما تقوليلوش، وخد العلاج بتاعك وان شاء الله ان شاء الله هيحصل. ربنا يخليك يا ليام، ما انت حنينه قوي. ربنا يخليك ليا يا ريهام، والله انت غلاوتك من غلاوه شهد بالظبط. ميرسي يا ماما. الدكتور قال انه صعب انزل الجنين دلوقتي. الحمد لله انها جت من عندك يا رب. في لحظه فكرت انه يعمل لي برضه العمليه حتى لو فيها خطوره على حياتي، بس فكرت في ملك وخفت اسيبها لوحدها. يا ايمان يا حبيبتي، ارجي باللي ربنا قسمهولك، ومهما كان اللي في بطنك ده ابنك او بنتك وهتحبيه، مش ممكن هتكرهيه. كنت فاكره ان انا هكرهه، اكتشفت ان انا بكره نفسي علشان اخترت له الاب الغلط. مساء النور. منزل السيدة إيمان عبد السلام القاضي؟ أيوة، مين حضرتك؟ أنا محضر من المحكمة ومعايا